احنا عايزين نعرف علامات انتهاء الحب عند كل برج. وازاي البرج ده نعرف ان هو بيبعدك عنه او بيفكر؟ يعني يبقى ناخد انتهاء. اشاره يا ماري. اشاره يا ماري. طيب عند كل مولود انتهاء الحب. انتهاء الحب خلاص. البرج ده ازاي بيبعدني عنه؟ انا النهارده بتعامل مع حد وبيتعامل معايا بالطريقه دي، يبقى افهم انا بقى كده اقرا ما بين السطور ان انا ده بيزقني. نبتديها بالحمل. الحمل هيبقى ممل جدا وهيتخانق معاك على اتفه الاسباب، وهيحسسك على طول ان حياته معاك مش مريحه، وهيفضل يشكي، هتكثر الشكوى، وهيفضل على طول يحسسك انه مش مبسوط وانه مش مستريح، شكاي شكاي. اعرف ان هو خلاص بقى كده. والنتيجه اكيد لما هو اي حد هيعمل كده الطرف الثاني هيروح، الطرف الثاني يفهم على طول، يبقى على طول ان هو مشي. ما احنا دلوقتي بنقول للطرف الثاني افهم، لو انت مرتبط بحمل والحمل ده فضل يشتكي ويخانقك على اتفه الاسباب والحاجات اللي مش مستاهله، وحسسك على طول ان حياته معاك ما بقتش مريحه، انا مش مستريح، اعرف ان بدا يشتكي يشتكي يشتكي، اعرف انه بيبعدك. التور وعلامه انتهاء الحب عنده. التور وعلامه انتهاء الحب هيتحول لشخص بخيل. في عاطفته وفي وقته وفي فلوسه، هيستخسر فيك الكلمه والخروجه واللفته، هيستخسر. يبقى علامه ان الاستخسار يعني لان هو التور مش بخيل. التور لما بيحب حد على فكره بيغدق، تعالى نتفسح، تعالى واجيب له هدايا. مجرد ما تلاقي ان مولود التور بقى يستخسر فيك المكالمه والاعذار بقى بتكتر، هتخليه بيبعد، فهتلاقيه مش موجود وعلى طول فاضي مع الناس ومشغول معاك. يعني هتلاقيه خرج هنا وهنا وهنا، تيجي تكلمه يقول لك لا مشغول، فبيستخسر فيك كل حاجه. اعرف ان التور كده بيبعدني وانا ما بقليش مكان في حياته وخلاص. الجوزاء. الجوزاء صريح، هيصرحك بالكلام. يعني الجوزاء هو هيجي يقول لك انا ما بقتش بحبك؟ علشان يجيب من الاخر ويوضح لك الموقف، فمن غير لف ولا دوران هيقول لك خلاص انا مش مستريح. الجوزاء صريح. مش هيعمل اي تصرفات تقول ان هو خلاص. هيجيب لك من الاخر وهيحسسك ان خلاص انا مش قادر يعني اكمل الجوزاء بالطريقه دي. مباشر كده في صريح جدا. وساعات بقى بعد الوقت الجوزاء بيندم على صراحته دي، وانا ليه قلتها له كده، ما كنت ادي فرصه. يعني هو صريح بشكل مندفع، وبيرجع مع الوقت يقول يا ريتني كنت اديت. فصراحه الجوزاء ساعات بيندم عليها. السرطان هيختفي معظم الوقت. خلاص انا عايزه احسس مثلا حبيبي او انا هختفي، او ان انا مش حباه، هتتصل بيه مش هتلاقي، هيخلق لك اعذار اولا كتيره جدا عشان ما يكونش موجود خلاص، ومش هيحاول يتواجد معاك، ولا يعني عارف ان انت في خروجه معينه مش هيروح. هو السرطان بيختفي عموما، هيلاقي اعذار. تخيلي بقى انت عايزه توصلي لحد ان انت انا خلاص مش عايزه، اللي بيختفي بلا اعذار مش هيصارح اولا، مش هيصارح خلاص. لكن وهو بيبعد هيبقى حريص في كل لحظه انه يندمك عليه، انك تفتقده، ان يا كان موجود، فهتبقى بيعمل حاجات. ما هو لا، من كتر الرصيد اللي عمله لازم يبقى ده رد الفعل. دايما السرطان بيبقى سايب رصيد، فلما بيختفي مره واحده، يعني مثلا ممكن يحاول يخفي الاونلاين عشان ما هيحاول يعني الطرف الثاني مش هيلاقيه. وهو في طول الوقت هيبقى حريص ان هو دايما يبقى عامل ستريس، يوريك بص انا كنت بديلك ايه عشان تندم عليه، بص انت دلوقتي ناقصك ايه. فباختفائه هيحسس الطرف الثاني قد ايه هو فقد حاجه غاليه جدا عليه، هيندم. وكل حاجه كان بيعملها هيعمل عكسها. يعني لو كنت بقول بكلمك كل يوم هختفي خالص، بجيب لك ورده، يعني هيعمل عكس اللي بيعمله عشان يحس. الاسد. التجاهل 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 التجاهل، هيتجاهلك. دي طريقه تعبيره على ان هو ما بقاش بيحب ان هو يتجاهل، يعني يتجاهل ان يشوفه ما يكلموش. هوا. يعني قاعدين في مكان ما فيش اي اهتمام بيك، هيعاملك زيك زي غيره. يعني هو الاول الاسد من الناس اللي بتميز حبيبها، بتديله وضع مميز، هيساويك زيك زي غيره. يعني هيحسسك ان انا كنت مميزك وحاطك في التوب، لا انت زيك زي اي حد. فهيفضل على طول يقلل منك ويحسسك ان انت هوا، علشان بعد ما كان مميزك هيساويك بالناس ويتجاهلك كمان. يعني انتوا قاعدين في مكان ولا يبص ناحيتك اصلا. فطبعا ما حدش بيرضى بالطريقه دي. العذراء بقى. العذراء عندما يريد ان يقول لا احبك. اول حاجه هيعملها العذراء هيركز في سلبياتك، هيقعد الاول مع نفسه، هيركز في سلبياتك ويكبرها ويحط عليها الميكروسكوب. مثلا انا بحب سين من الناس، هفضل بقى انا خلاص بنهي العلاقه، مش هشوف الجانب الحلو خالص، هركز في سلبياتك. ويمنطق بقى عطارد، هيمنطق الاسباب ويضخمها لغايه ما يلاقي نفسه خلاص، اقنع نفسه بالاول ان الشخص ده لا يصلح.
هو بيقنع نفسه الاول عشان يبتدي يتعامل. بيصدق اللي هو عايز يصدقه خلاص. لا هو لا هو حلل الجزء اللي هو السلبي. شايف مش هشوف بقى اللي يحنن قلبي ده انت فيك وفيك 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 انا مستحمل خلاص بقى انت كبرت السلبيات. هنبتدي النقد الصريح والقاسي اللي انا عايزه عشان امشي. لا ما هو هي 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 هيبتدي يواجه بقى النقد الصريح والقاسي. لا يعني ويقول لك كل اللي مضايقه في وشك بحققعدك كده اقعد ربع ايدك. بص بقى النقد معروف العذراء انه ناقد صريح وقاسي. مش هتجملي كلام انا شفت منك وشفت منك وشفت منك هقعد ارصهم لك. وبعد كده لو اللي قدامك اتمسك بيكي وعايز يكمل العلاقه لازم هتاخدي الضمانات الكافيه. طب انا عشان اكمل بالرغم ان انا قعدت رصيت لك كل ده عذراء اكل ضمانات لازم. ده لو كملتي. ما كملتيش انت هتكتفي بانك نقضتي وقلتي كل اللي في نفسك وخلاص انا مش قادر اكمل وخلاص احنا عذراء ايكوال ضمانات. يعني لازم العذراء لو هتكملي بالرغم ان لا عموما في علاقاته بالاخرين ضمانات بيحب ياخد الضمان ان نجاح العلاقه عشان ما بيحبش الفشل. العذراء يكره الفشل فعشان اكمل في علاقه وانت اكدي لي الكلام ده. طب انت يعني هضمن ازاي ان احنا هنكمل؟ هتتعامل كويس يعني ايه؟ اديني ضمانات عشان اكمل. ودي اول حاجه من العذراء. المهم اهم حاجه ان هو لما هتنهي العلاقه انت مش هتمشي قبل ما هترصي وبطريقه قاسيه على فكره عادي. الميزان بقى. الميزان ضميره بيهمه جدا. ضمير الميزان مهم عنده جدا جدا. فعشان يمشي لازم يشوف الشماعه الاول. وانا بنهي وببعد اهو المبررات والتبريرات عشان ضميره ما يوجعوش. فانا لازم هشوف شماعه فحقنع نفسي ان انت اللي غلطان. اولا الشماعه دي هتكون منك لا يمكن هتكون من الميزان. يعني انا دلوقتي بنهي العلاقه وعايز ابعد عشان انت مش مرتب وانت مش منظم وانت قاسي. عمر ما هيقول انا هبعد عشان انا مش مستريح. مفيش الاي ستيتمنت. لازم يدور على العذر اللي هو يخرج منه الشماعه عشان ضميره بعد كده ما يامنلوش. لان فعلا العذراء الميزان من الناس اللي ضميرها بيوجعها جدا. لما اقنع نفسه بقى ان هو هيمشي هيعمل من الحبه قبه. يعني ايه من الحبه قبه؟ الحاجات اللي كان بيفوتها وهو رايق وراضي عنك. كان بيفوت مثلا انه يصحى راجل يلاقي مراته المواعين مليانه فكان يفوت. كان يلاقي البيت مش مترتب يلاقي ان هي مثلا بتتكلم بصوت عالي. لا بقى فلنفترض ان هو خد القرار وماشي بقى وحط الشماعه وبتعلي صوتك. بتعلي صوتك وانا نايم وفي مواعين في عارفه بقى ايه الحبه قبه اللي كان بيفوت مش هيفوت. التلاكيك. فالميزان من الناس اللي هيتصيد لك اي خطا وهو ماشي. قبل ما يمشي كده هيصفي حساباته معاك ويتكل على الله. فاي حد مرتبطه بميزان تلاقيه بيعمل لك من الحبه قبه وبيتلكك لك عارف ان هو ماشي ان هو بيقول باي باي. العقرب هتلاقي الغموض بيزيد جدا جدا. يعني علامات استفهام خلاص هو بدا يختفي وبدا يعمل حاجات كده. اولا خليني اقول حاجه ان العقرب علشان بيحكمه كوكبين فهو ليه طريقتين المريخ وبلوتو. بلوتو ده قاسي والمريخ مندفع. حاجه من الاثنين يا اما يعني هيبقى الميكس ما بين الاندفاع في عقارب هتعمل ده وعقارب هتعمل ده يعني يا اما هيجيب لك من الاخر يقول لك يا بنت الحلال او يا ابن الحلال او هي لو ست يعني انا خلاص مش مستريح. انا خلاص احنا قضينا مع بعض وقت كافي وشفنا وقضينا وكذا خلاص ولا انا مستريح ولا انت مستريح. اللي هي العلاقه الصريحه نقعد مع بعض ويمشي ويدي ظهره. فطبعا اللي قدامه هيحس انه نادل او ايه ده وانت ليه عملت كده. فبتبقى دي طريقه. دي طريقه المريخ اللي هو كوكب. الثانيه بقى اللي هو انت مش بتبقى عارف تفك غموضه. هو النهارده بيختفي هو مش عايز يعرفك منه حاجه لغايه ما تزهق وتاخد ديلك في سنانك. هو انا زهقت. انت بتبقى اكزوستد بقى من كتر ما العقرب يعني هو يزداد غموضا علشان لغايه ما تكره اليوم اللي ارتبطت بيه او تزهق فتمشي انت. ازاي تفرقي ما بين طريقه العقرب في الغموض وهو يعشق الغموض في التقرب وما بين طريقه العقرب في الغموض وهو عايز يخلع؟ الغموض وهو عايز يخلع بيزيد فيه قوي. ما هو الشيء اللي بيزيد عن حده بيقلب ضده. فهو بيبقى عارف انه عايز يزود لغايه ما انت تزهق. هو عايز يزهقك. لكن غموضه الطبيعي بيبقى لطيف اللي هو يختفي له اسبوعين عشان يثير غيرتك عشان يثير قلقك عشان يثير انتباهك. ده الغموض اللي بيحبه العقرب اللي هو بيبقى بيلعبك. ده الغموض الحميد. الغموض الحميد اللي هو غرضه انا عايز امسكك بيا او عايز الملح والفلفل. لكن في غموض السرطاني بقى غير الغموض الحميد. اللي هو اللي انا بقى ازهق بقى هو انت ايه. فلغايه ما الطرف التاني فعلا عارفه لو بيكرهك في العلاقه اللي هو العقرب بيقول لك انت بتكره العلاقه. انت فين مش كنت قافل معايا امبارح؟ بس كتير بقى يعني ممكن تقعدي بالشهر مش لاقياه. فكي بقى. وانت بقى تبقي قاعده مع نفسك لغايه ما انت اللي هتزهقي
خلاص انت كده افهمي بقى اني مش عايزك، ان العقرب هيوصل لك افهمي بقى انا خلاص مش عايزك بقى، يعني ايه من كتر الغموض ده. فكده الطريقتين، يا اما الصراحه يا اما القوس بقى. القوس زيه زي الجوزاء بالظبط، هيكلمك ويقول لك بصراحه بمنتهى الصراحه العلاقه دي انا مش هقدر اكمل بالوضع ده، مش مريحه، مش مستفيدين منها احنا الاثنين، فيا ريت كل واحد يروح في الطريق. بس ساعات بعض مواليد القوس بيبقوا شويه بيعملوا مشاكل، يعني ممكن تلاقي القوس بيعمل للفرد مشاكل كتير جدا علشان التاني يخاف من المشاكل دي او يزهق. فيبقى تفهم القوس لو عمل لك مشاكل في حياتك اعرف ان هو ما عندوش امل في العلاقه دي، أثر مش عايز يريحك. يعني عشان انت تقول ايه ده، ايه كتر المشاكل دي انا عليا مين ده بايه. فكل ما القوس كتر في المشاكل اعرف ان هو مش باقي على العلاقه ومش حريص انه يريحك. انا بقى شكلك خلاص الجدي بقى هيحسسك على طول ان هو موده وحش، وانه على طول هيحسسك ان كل حاجه مش متاحه، تعالى نخرج لا مش موجود، مش ما عنديش وقت، لا مش ما عنديش وقت، ما معيش فلوس، خلاص. وتلاقي على طول عندي صداع باله وصبره طويل ان هو يزهقك، يعني هو مش مثلا هتصعب عليه من كتر ما زهقك، لا، فهو باله طويل جدا جدا وصبره معاه، يعني لغايه ما برده اللي قدامه زي العقرب كده يقول حقي برقبتي، يعني على طول حيز انا مش موجود، انا مش فاضي، معيش فلوس، فعلى طول هو مش متاح وكل حاجه حواليه مش متاحه لغايه. يبقى انت اعرف ان طالما الجدي مش متاح كده ومش موجود اعرف انه بيبعد. خلاص الدلو بقى هنلف وندور شويه، الدلو بيلف ويدور شويه يقرب لك ويبعد شويتين. هو مش عايز العلاقه هو، لكن مش هيهون عليه يسيبها مره واحده، هو لا احبك ولا اقدر على بعد. هيقرب شويه ويبعد شويتين، يقرب شويه وبعدين ايه يقعدك شويه ويدي لك المحاضره التمام ويربيك ويقول لك انت عملت وعملت 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 خلاص كل ده، وبعدين في الاخر يقول لك لا ايه انا مش قادر، انا مش قادر اكمل. وهو من كتر اللف والدوران ده بيقفل اللي قدامه منه، يعني هو ممكن يكون بيعمل كل ده عشان مش قادر هو اللي ياخد القرار، فبيفضل ان الطرف الثاني هو اللي يتقفل. يعني الدلو رومانسيين على فكره، فبيهونش عليهم قوي، فبيقعد يلف ويدور لغايه لعل وعسى اللي قدامي يتقفل مني ويمشي، ولعل هيحس فهو اللي وعاده بتلاقي ان اللي قدامه لقط الاشاره، اخر واحد الحوت. الحوت ده الجميل بقى الرومانسي، هيجيبها لك واحده واحده كده بطبطبه علشان يفهمك اسبابه، انا مش قادره اكمل، بس هو عشان برج حساس جدا مش عمره ما هيجرحك، هيفضل يجيبها لك بالشوكه والسكينه وبالراحه. ده الحوت، يعني الحوت ولا بيحب يتعمل فيه انه يتساب، ولما هو بيقفل لا ما يجرحش، ما بيجرحش، ما بيجرحش ولا بيجيبها بالراحه جدا بطبطبه وبالراحه، ويفضل يوضح لك ويدي لك اشارات بعيده لغايه ما كل اللي بيبهم بالاشارات يفهموا اللي قدامه حيفه. فهو البرج الحساس بيتعامل بحساسيه وبطبطبه وبرقه علشان ما يوجعش اي حد حواليه. يعني طب مين الابراج اللي هتسيب الشهر ده؟ الشهر ده ولا انا عارفه انك ما حضرتيش لا ما حضرتش، بس يعني ممكن من اللي انت قريتي. لا عارفه، هم الاربعه اللي انا خايفه عليهم جدا ان هم يقطعوا علاقاتهم. التور ممكن جدا جدا يتمرد ويسيب الشهر ده، ممكن جدا القوس يسيب الشهر ده، ممكن الاسد يسيب، ممكن الدلو وازود عليهم الجوزاء. وتسودي عليهم الجوزاء خمسه، يبقى نقولهم تاني خمسه. بكره الخميس التور والاسد والدلو دول ممكن يسيبوا حبايبهم. يخلوا بالهم. هلا مش عايزين نسيبك، بس هو الوقت اللي سابنا. وانا والله نورتينا وشرفتينا يا الهولة. مفيدة سلمي على ناس. تحياتي ليكم، هابي ويك اند، ونشوفكم ان شاء الله يوم